في هذه المسرحية يدير السلطة السياسية. الرقابة لا ترفض رسميا، ولكن هناك جهات أخرى قد تؤدي اعتراض. نقدر نقول المنع المستتر. أنا مندهش ليه الرقابة تمنع نص على الرغم أنه يؤكد على فكرة المقاومة. فسعد وهبة كان دائما ما يصطدم مع الرقابة، لأنه كان يجمع كل أعماله الأدبية والفنية تحت كلمة واحدة، أنه وطني ثوري عاشق لتراب هذه الأرض. مسرحية مؤسية فعلا، أنك أنت ممكن تتحكي وتعيطي وتصرخي في نفس الوقت. والمسرح صادم، والمسرح لازم يبقى صادم. المسرح مش عشان تقعدي وتريحي، لا. عشان يخبطك ممكن لمؤاخذة بالألم تقومي تفوقي. مسرح بينورك، مسرح يصحيكي، مسرح يخليك تفكري في 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 مصيرك. وفي الآنية اللي انت عايشاه دي شغلة المسرح. سعد وهبة في أسلوبه في الكتابة له سمات خاصة، أولها أنه قريب جداً جداً من الوجدان الشعبي، أنه يعبر عن الجموع، يعبر عن قضايا الشعب. تميز أيضاً بقدرة فائقة شديدة في رسم الشخصيات الدرامية، بيرسم الشخصيات من لحم ودم، بيقدر يجعل المواقف الإنسانية والتحليل النفسي، البعد النفسي والبعد الاجتماعي مع البعد المادي طبعا بيكملوا بعض، وأيضا بيضع لغة حوار قوية جدا جدا تتناسب مع الشخصية. من يصدق انك انت معك 10 جنيه؟ من يصدق ان الشاويش يسرقك انت؟ اه ده اللي حصل. يعني يا شيخ سيد هتقول البخل بلبيه؟ ما نعمل ايه يا عم الصابر؟ الحقيقة استطاع ان يضع بصمة مميزة جدا في المسرح منذ ان بدأ للكتابة في المسرح، حتى انه استطاع يقدم لنا تقريبا مسرحية كل عام. قدم المحروسة 1961، بعد كده قدم كفر البطيخ في 62، قدم السبنسة 63، في نفس العام 64 قدم كوبري الناموس، 65 قدم لنا مسرحية مهمة سكة السلامة. أنا أقول لك إيه بس، ما أنت عارف كل حاجة، عارف أنا مين وعارف رايحة فين. يعني لو كنت عارفة أن أنا موت كنت وافقت على مشوار اسكندرية، يمكن كنت وافقت. العمل كان بيحوي مستويات مختلفة، يعني سكة السلامة إذا شافها إنسان عادي بيجد فيها موضوع إنساني، ناس تاهوا في الصحراء وحصل لهم مشاكل، عندما قربوا من الموت تجردوا وخطبهم ربنا، وعندما عادت لهم الظروف تاني على كل واحد. انت بس اللي عارف، وانا عايز اعرف انا رايحة فين. انا عرفت هنا خلاص. طب وكان لازمته ايه المشوار الطويل ده؟ كان ليه؟ كان في مسرحية اسمها بير السلم، كانت بتتنبأ بالنكسة، وفعلا الكلام اللي فيها كنا بنقوله في السكة تنبأ بالنكسة. فالرقابة يعني قالت لا، أو واحد قال له، قال عبد الناصر ده في مسرحية كده شكلها ضد النظام وكده. عبد الناصر قال له المسرحية اللي تبقى ضد النظام وتوقع نظام يبقى نظام مخوخ، ما ينفعش، سيبوهم يعبروا عن نفسهم. وعملنا المسرحية. أنا هتخنق سوي الواحد يا عزيزة،
سابوني انا بنتي. عادش فاضي غير انا وانتي يا عزيزه. عزيزه انتي اختي برضه مش كده؟ الحق يا حسن دول خربوا. الحق اعمل ايه؟ لازم ترجعهم. ولازم ليه؟ علشان يقوم ويتكلم ويمشي لازم يكونوا كلهم موجودين، حتى ماما. ماما لازم تكون موجوده. لازم ليه يا عزيزه؟ ما خلاص كل واحد راح لحاله. اتمنعت من التلفزيون بعد ما اتذاعت، بعد الناس ما شافوها التلفزيون منعها خالص. عامل سمير، انا مش عايز اموت. اوعى اقول الله، انا مش عايز اموت. تشرب القرعه طلعتك مرتين. ربنا عاوز كده بقى. اوعى انت قرعه ايه وتقع ايه. ان هو كان بيعتمد على ان يعارك الواقع فعلا الاجتماعي، وعلشان كده نستطيع أن نقول أن سعد الدين وهبة قدم أعمالاً مسرحية كثيرة جداً فيها تحت عنوان النقد الاجتماعي. كل مسرحيات سعد وهبة الحقيقة فيها نوع من الصراع، صراع الشعب مع السلطة، صراع ضد المستعمر، صراع ضد القوة الطاغية سواء كانت ممثلة في الإقطاع أو في الاستبداد. هو مسرح اجتماعي بدرجة الأولى، ولكنه مسرح سياسي له دلالات سياسية قوية. انت بتاكل وبتنكر زي القطط. باكل وانكر، انا بقتل وانكر، وانت كمان يا درويش افندي. اسمع، انت لو جبت السيره دي تاني مره والله لم حكمك. يا ريت يا ريت حد يحاكمني علشان اقدر اقر بالحقيقه. سعد كان محارب ومكافح، وكل مسرحيه كانت بتاخد منه غير الجهد بتاع الكتابه والخوف من النجاح او الفشل او المعركه بتاعه الرقابه. سعد وهبه هو احد كتاب الستينيات، هو مع كتيبه من رجال المسرح استطاعوا يحققوا نهضه الستينيات التي ما زلنا نتباكى عليها حتى الان. واصبحت قضيته الاخيره هي مواجهه السلطه، خاصة بعد عصر عبد الناصر. هو كان من حزل عبد الناصر إلى 67 ككل المثقفين. 67 كانت صدمة للجميع، فكتب كوابيس في الكواليس، ثم كتب المسرحيات التي منعت من التداول أو منعت رقابيا، وخاصة المسرحيات الثلاثة التي منعت رسميا من العرض والتداول وبأمر الرقابة، سبع سوائي. وكان متأثر جدا أعتقد بثورة الموتى لأروان شو، وهذه المسرحية التي كتبها عقب هزيمة 67 ولم تقدم على خشبة المسرح لأن الرقابة رفضتها، لأنها بتتكلم عن مجموعة من الشهداء رفضوا أن يدفنوا في سيناء وأتوا إلى العاصمة، وكان سبب الخلاف أنكم لستوا شهداء بشكل حقيقي لأنكم لم تحاربوا ولكنكم هربتوا من الحرب أو لم تستطيعوا أن تدخلوا في حرب حقيقية. العرض الآخر الذي منع استابل عنتر، واستابل عنتر بتدور أحداثه في أقرب للمستشفى للمجانين، وكانت شخصيات مثل هتلر ومثل إخناتون ومجموعة من الشخصيات التاريخية التي تعاني كل منها له قضية. فكان أيضا هناك جرأة في الحوار وجرأة في رسم الشخصيات. يعني كنت بقول يعني إن سعادتك يعني تاخد نشان. وانت مالك انت؟ لا بلاش يا بيه، بلاش نشان، بلاش خالص، تاخد وشاح. انا لا عايز نشان ولا وشاح يا سيسفت انت. انا كفاية عليا بخل البلد بس، لا اكثر ولا اقل. يا سلام، ده انت مغرق البلد بخدماتك بخدماتك. مسرحية الاستاذ يعني ايه، كان فيها شوية قولان، بس سعد بشخصيته وقوته يعني ما حدش يقدر يناقشه سياسيا في أي حاجة. فطلعت الأستاذ ونجحت جدا جدا جدا. جه واحد من الحواريين وفي ودن الرئيس السادات قال له: يا ريس انت بتتشتم في المسرح القومي. قال له: ازاي؟ قال له: بيهاجموك في رواية الأستاذ. قال له: تتشال. بس خلاص اتشالت. كان في اعتقاده يدين النظام الذي أفسد انتصار 73 باتفاقية كامب ديفيد.
أيها السيدات والسادة، لقد جئت إليكم لكي نبني معا السلام الدائم العادل، حتى لا تراق نقطة واحدة من دم أي الطرفين. من أجل هذا أعلنت أنني مستعد أن أذهب إلى آخر العالم. وأصبحت قضية سعد الدين وهبة هي مهاجمة هذه الاتفاقية. كتبها 79 ولكن قدمت بعد ذلك في 81 حينما توفي السادات، لأنها كانت الحقيقة السبب الرئيسي أنه يقدم من حكمت البلد هي العاهرة. وصم الجماهير أن نصف منهم لا يسمعون لكنهم يتكلمون، ونصف الآخر يتكلم لكنه لا يسمع. يعني باختصار شديد جدا في لخبطة حصلت في المجتمع المصري. هذا هو التاريخ المجيد لسعد وهبة، أو نقدر نقول أن ده البعبع اللي بيشكل الإزعاج للعدو الإسرائيلي، لأنه ببساطة شديدة جدا يعني كان هو السد العالي ضد التطبيع يعني، ولم يتزعزع عن هذا الموقف منذ تواجده على الساحة وحتى ما ماته. فهو ليس فقط كاتب قصة، وليس الصحفي فقط، وليس فقط الكاتب المسرحي، وليس كاتب المقالات الثورية التي كانت ضد التطبيع، التي جعلت إسرائيل تعتبره أنه العدو الأول ضد التطبيع. واكتملت يعني رؤيته الفلسفية للواقع، نستطيع أن نقول تكونت عند سعد الدين وهبة الرؤية الاستشرافية أو الرؤية المستقبلية للواقع الذي يعيش فيه. مسرح سعد الدين وهبة مسرح فيه مباشرة، ويمكن أن يوجه إليه النقد من قبل بعض النقاد، خاصة مسرحياته الأخيرة اللي هي المحروسة 2015، إنها إن القضية السياسية بتبقى هي في بؤرة اهتمامه. هو مهموم بفكرة العروبة، مهموم بفكرة القومية العربية. طبعا هو كان بيهمه جدا عملية عدم التطبيع بالذات في المجال الثقافي، باعتبار ان هذا يشكل فكر ووجدان الجماهير. وهذه الرؤية انعكست بشكل مباشر جدا على مسرحيته الخالدة الدورة الفريدة المحروسة 2015. كتبها سنة 95، وتم إيقاف هذه المسرحية لأسباب لا نعلمها حتى هذه اللحظة. أنا كناقد لا أعرف ما هي الأسباب التي لم تقدم هذه المسرحية لخشبة مسرح الدولة، على الرغم، ودي المفارقة الغريبة، أن الرقابة على المصنفات الفنية موافقة على هذه المسرحية. مش كده وبس، ولم تحذف ولم تضع ملاحظة واحدة يقوم بها سعد الدين وهبة في حياته. مسرحية فرس كوميدي، يعني انت تضحكي وتعيطي في نفس الوقت على الحالة إسرائيل بقى وأحلامها بالنسبة لمصر. في المحروسة 2015 هو مد الخط على استقامته كما نقول بلغة الهندسة، بمعنى أنه درس معطيات الحالي واستنتج ما يمكن أن تؤدي إليه ظروف الحالي لو استمر الوضع على ما هو عليه وتفاقمت الأمور. المسرحية باختصار بتقول إن اليهود الصهاينة بالتحديد، وليس اليهود، الصهاينة في إسرائيل لا يبدون سلام حقيقي، ولكن يريدون السيطرة، وما زال شعار من النيل للفرات معلق على الكنيست، وبالتالي هم يريدون السيطرة على مصر ومقادير الحياة في مصر. فبالتالي هم يحاولون عن طريق الصحة، عن طريق الاختلال في الزراعة، وعن طريق نشر الجهل وتغيير المعلومات، انهم يضرب الشعب المصري في الصميم. وهذا فعلا حدث في فترة، وقالوا ان زراعة الزهور هي افضل من زراعة القمح والأرز. مجموعة الشخصيات الحقيقة مرسومة بعناية وبدقة، فيها مجموعة شخصيات صهاينة، في مجموعة من المصريين الخونة الذين تعاونوا لصالحهم الخاص
اللي هم رجال المال ده، بالإضافة إلى هذا الرفض يمكن متمثل في شخصية صبحة وقدرتها والرمز المقاومة والرفض، وفي النهاية اكتشاف الفلاحين والجماهير للخداع السياسات الإسرائيلية ومخاطر هذه السياسات على ان احنا ندي فرصة للتطبيع. هناك رموز، وهذا ليس عيب في الدراما، لان في هذه القضايا المهمة وهذا الخطاب الدرامي المهم، مهم جدا ان يصل لكل مشاهد مهما كان درجة ثقافته ومهما كان درجة وعيه، مهم ان احنا نناقش هذه القضايا. المحروسة 2015 يعني هي مش مجرد نص، ده يعني حين يتاح التحليل بشكل تفصيلي لا سنتوقف أمام أبعاد كثيرة جدا، عملية التنبيه لمخاطر التسلل، تسلل سياسات التطبيع، أو إنه نقدر نقول الاستسلام. سعد كان عنده رؤية مستقبلية وعنده قرون استشعار رهيبة جدا جدا، يعني إنسان يعني بيستشعر المستقبل زي اللي بيشوفه البخت، وكان بيحصل، كان بيحصل. سعد الدين وهبة قدمها في كلمة واحدة أنها صرخة تحذيرية، كانت تحذيرية ضد التطبيع، تحذيرية ضد التسلل، سياسات الاستسلام، توهم أن الصراع انتهى سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الاقتصادي أو المستوى الثقافي. محمد حسين هيكل السياسي الكبير عندما يقف عاجزاً عن فهم رؤية سعد الدين وهبة في النص المحروسة 2015، ويسأل سعد الدين وهبة أنت متصور أن اللي أنت كاتبه ده حقيقي؟ فرد عليه سعد الدين وهبة وقال له هذا الذي قدمته هو بالفعل نتائج لما هو مطروح الآن. رجل السياسة يسأل رجل الإبداع هذا السؤال، وهذا يكشف أن الإبداع أكثر صدقاً، أو رجل الإبداع دايماً يملك رؤية أكثر صدقاً من رجل السياسة. انتهزت فرصة الاحتفال بيوم المسح العالمي 27 مارس سنة 2002 وإعطاءه بعد وطني، إلى جانب طبعاً الاحتفاء به على المستوى العالمي، بأنه يعني كانت مبادرة مني أن أنا أختار سعد الدين وهبة باعتباره رمز للمسرح المصري، يعني كان نوع من الاحتفال، احتفال بالمسرح المصري في أحضان المسرح العالمي. فاخترت المحروسة 2015. أنا كان لي شرف الحقيقة القيام بإخراجه في مبادرة شديدة الجرأة، كنت حريص على تكثيف العرض بشرط ألا تزيد مدة عرضه عن ساعتين من خلال فصلين، تكثيف عدد الشخصيات بشرط تصل إلى حوالي 45 شخصية بدل ما تكون 60 شخصية، محاولة تأكيد الحدث الدرامي وتأكيد الصراع. كنت سعيد جدا أن الرقابة لم تمانع، وربما لأنها فرقة هواة. كل المثقفين الحقيقة لما شاهدوا العرض وركزوا في النص وافقوا تماما سعد وهبة، خاصة أن ما كان يتنبأ أنه قد يحدث في 2015 كان قد حدث فعلا في 2002، بعض هذه التصرفات وبعض هذه الكوارث كانت قد بدأت فعلا، ورأينا الآفات الزراعية والميكروبات والجينات التي يلعب فيها في الزراعة والسرطانات والأمراض الخبيثة وتخلغلهم في حول الثقافة وحول التطبيع ومشاركتهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب ورفض الجموع. الأخطر برغم أننا نقول دائما أن المسرح لا يقيم ثورة، لكن الحقيقة كان الجمهور وتعاطفه مع القضية ومع الممثلين
كبير جدا جدا، والمناقشات التي كانت تتم بعد العرض يوميا تؤكد أن الشارع المصري ضد التطبيع منذ أن تمت المبادرة، مبادرة السلام، إلى الآن. الحقيقة أنا شفت المسرحية من الهواة واستمتعت بيها جدا جدا، ويمكن أزعم أن أنا دمعت ساعتها. كان فيها نقد، كان فيها نقد في النظام، كان فيها نقد أن إحنا طبعنا، كان فيها وسعد ضد التطبيع. إيه اللي إحنا عايزينه من إسرائيل، من إسرائيل وإيه اللي إسرائيل؟ إحنا مش عايزين حاجة. كل الذي يريده العرب من إسرائيل ببساطة شديدة جدا أن تعود الأرض العربية لأصحابها وحقوق شعب فلسطين. وعندئذ حتى الذين يناهضون التطبيع ويرفضونه هتسقط حجتهم وإحنا أولهم، وليس لدينا شيء آخر. في المقابل إسرائيل عايزة مننا إيه؟ لا، إسرائيل عايزة كتير جدا، بس نحن لها بالمرصاد. هذا النص سيظل من النصوص الفارقة التي قدمها سعد الدين وهبة رغم مباشرته، لأنه بيتكلم عن قضية لم يعد يتكلم عنها كثير من الكتاب. ودي قيمة الكاتب الكبير، أنه ليس مجرد راصد للواقع رصد استاتيكي أو ثابت، ولكن القدرة على التحليل والقدرة على الاستشراف والقدرة على التبصر. وأظن أن هذه ميزة ربما يتفرد بها سعد الدين وهبة. دي إذا كانت اتعملت في المسرح القومي كانت هتبقى جنسها إيه؟ وكانت هتعمل إيه؟ وكانت هتسمع العالم كله. سعد وهبة في كل مواقفه رجل يعلم مدى أهمية الكلمة ويعي دوره كمثقف في التنوير والتثوير، وبالتالي قدم رسالته على أكمل وجه، ولذلك تظل نصوصه قائمة في كل الأقاليم حاليا، في كل الجامعات ما زالت تقدم نصوصه، ربما أكثر كاتب من جيل الستينيات. في وعي، في مناقشات بناءة بتحصل، في بحث عن الأحسن، بحث عن وضع، بحث عن حق، فده من خلال مسرحياته.